بلاش دي، مين هيمسك الشركه من بعدي؟ انت بتتكلم جد؟ انت عاوز؟ لا لا اوفر اوفر قوي ادائك، ومش متصدق وواضح وارتفيشال يعني. يا راجل بتتكلم جد؟ فعلا. وبعدين دي غلطتك يا بابا، هارد لك، دي غلطتك من الاول. كنت تخلف بدل الولد ولدين، واحد صايع وواحد محترم، فيبقوا مع بعض يعملوا المعادله دي. استاذ يا جامايكا، اخويا شكله اتجنن. ليه يا ماو؟ ايه اللي حصل؟ عايزني اشتغل يا سيدي. بتهرج، اشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ حته مدير. مدير؟ انا مدير. الكره دي لو جت انا تاني هفسيها. يا نهار اسود، يعني مدير وبدله والساعه 7 الصبح ومسؤوليه يا جامايكا، مسؤوليه. لا وايه؟ عايزني انا احلق شعري؟ لا لا لا، ابوك على فكره يا ماو بنفسنا عليك. انا ابتديت اشك في الموضوع ده. يعني الراجل مخلف ولد وحيد وزي القمر زي القمر، ويصمم يطلعه مدير ورع. يا عم الفرخه، ايه اصبر، حصلنا يا اخي، كنا بنقول ايه؟ جايبين في سيره ابوك. وانت قلت له ايه يا ماو؟ هقول له ايه يعني؟ طبعا قلت له لا، هو انا راجل مجنون؟ So what will you do man؟ ها؟ So what will you do man؟ ايه؟ So what will you do man؟ ساعات يعني. بص انا مش فايق لك يا ميتاب دلوقتي. لو راجل وقف عندك وقف. بوسي بيبي، عامل ايه؟ بلوف ميرسي، شكرا. بوسي بوسي بوسي، راحت الجبنه. واو توم، ليه مالكش مزاج؟ يلا روح نام. اليوم والحمد لله أثبتنا أننا جديرين بالثقة التي أعطاها لنا المستهلك، وهذا طبعا لم يأتي من فراغ ولكن بالتعب والاجتهاد من جميع العاملين بالشركة. رد. ألو، بقولك إيه؟ عايز أعرف كل المعلومات عن الزفت الشامبو اللي بيعمله دبور. كل البيانات تبقى عندي بكره على مكتبي، فاهم؟ وإياك إياك أي حد يعرف أي حاجة عن الموضوع ده، على رأي المثل داري على شمعتك تبيض. نحن الآن من أمام شركة دبور، قد أتت إلينا تقارير تفيد بأن هيري هير المنتج الجديد للشركة قد تسبب في آثار مدمرة لكل من استخدمه، ومعنا الآن أحد المتضررين من هذا المنتج. إيه اللي حصل يا حاجة؟ ابني غسل شعره بالصامبو هيري هير وبعدها شعره كله وقف في الحوض. أنا أعمل إيه بقى؟ يا خبر، وقت جالي قضاء. أنا هسيبها 5 دقايق مع ابنك، هما 5 دقايق مش أكتر. متشكر. ميرسي. شفت يا دبور، شفت اللي جرالي؟ أبوك اتضحك عليه. إزاي ده حصل؟ أعدائي يا ابني، أعدائي تربصولي لحد ما أهولي. تربصولك؟ ما تفكك بقى من جو مسرح الهناجر ده يا بابا، ما هي ألفاظك دي اللي جايباك ورا. تفتكر مين ليه مصلحة في كده؟ لطيفة بغدادي. أيوه، مفيش غيرها، أكيد هي اللي عملت كده. وتعمل كده ليه؟ أنا هقول لك يا ابني، أنت كبرت ومن حقك تعرف كل حاجة. من 30 سنة. يا نسا لطيفة، خليكي لطيفة وفهميني. إحنا كل اللي بينا إن أنا حتة موظف صغير بشتغل عندي والدك في الشركة. افهم كده انك بترفض تتجوز مني؟ لاني مش حاسس بيكي. ايه هي دي الصراحه؟ انا كل شعوري ناحيتك لا يتعدى حدود الاخوه والصداقه. اذا كنت انت بقى بتفكري في حاجه تانية، سوري انسيني. بي كول دبور، انت كده دلعت الملوخيه في صدرك. يلا روح عنده، يلا. امشي عند مامتك هناك، الفرونو امشي هموتك. طفي طفي طفي.
يعني هي عملت فيك كده عشان انت ما رضيتش ترافقها، قصدي تتجوزها، ولا عشان دوست الكلب بتاعها؟ مش عارف يا ابني، بس احتمال عشان التلاتة. بس هي كانت تعز الكلاب قوي لانها كلبة سهرانة. دبور يا ابني، انا اذا كنت شديت عليك فده عشان خايف عليك من يوم زي ده، لكن امك دلعتك زيادة عن اللزوم وادي النتيجة. نتيجة ايه؟ ده انت اللي محبوس مش انا. دبور يا ابني، خلي بالك من نفسك عشان خاطر ابوك. ما تخافش يا بابا، انت مش متخيل دبور الصغير ممكن يعمل ايه عشان خاطر عيون دبور الكبير. عارف يا ابني، وده عشمي فيك يا حبيبي. اللي محتاج وقفتك جنبه في المرحلة الجاية والدك يا دبور. والدي، اه يا والدي، قلبي على والدي انفطر وقلب والدي علي يا مغر فكر. ايه ده؟ لجنة تحت البيت؟ لو معاك مخدرات ارميها يا عم سريانوسي، وهات برزولين، هات برزولين. الرخص لو سمحت. هو باب فيلتنا بقى اتجاه واحد؟ الرخص وبطاقتك يا ظريف، اخلص. اوكي سير. اه انت بقى البيت ابن صاحب الهلومه دي كلها؟ ده هي نفس. بتقول ايه؟ انا فعلا ابن صاحب الهلومه دي كلها. اؤمر. صدر قرار التحافظ على ممتلكات والدك ومصادر جميع املاكه بما فيهم الفيلا دي والعربيه اللي تركبها. وايه ده كمان؟ الراجل ده لابس كده ليه؟ شفت يا عم سيرانوسي اللي حصل؟ اترميت في الشارع يا ولده. تعال يا ابني بات عندي. ايه؟ انا ابات عندك انت في الحاره؟ كلاب بلدي ميته وبلعات طبحه وشباشب زيكو. اي جات ماي هوميز، عندي اصحابي، مش هغلب. طير انت. خلاص براحتك. عم سريانوس انت هتروح ازاي باللبس سوبرمان ده؟ بقالي 20 سنة شغال عندكو، اول مرة تسألني السؤال ده. حسبي الله ونعم الوكيل. الو، هاي جامايكا برو، عامل ايه؟ حصلت لي ظروف من هنا ب 60 ميلة وكنت عايز اقعد عندك كام يوم، ينفع؟ والله ما هو مش عارف اقول لك ايه. ما انت عارف احنا عيله محافظه وعندي اختي بنت، يعني ما ينفعش راجل غريب يبات عندنا unless ان يكون البوي فريند بتاعها. بقول لك ايه يا دبور، مفيش حاجه علينا. أميتا، hey, you are my only friend. عندي ظروف من هنا ب 60 ميلة، كنت عايز اقعد عندك كام يوم، ينفع؟ This number is not a working number. Please check the number and try again later. خونة! ألو. أيوة يا عم سريانوسي، أنا فكرت كتير في العرض اللي قلت لي. ألو! ألو! مش وقت البطارية دي. تاكسي! اطلع لفين ان شاء الله؟ على بيت عم سريانوسي. وبيت عم سريانوسي ده جنب البيت بيتك يعني؟ لول هموت من الضحك. يطلع فين بيت عم سريانوسي ده يا كابتن؟ في حته بيئه كده انا عارفها بالشبه. شهيصني انت بسكتك وامشي. شهيصك؟ حاضر. بقول لك ايه يا اسطى؟ نعم. انت بتاخد فيزا؟ باخد فيزا؟ ما تخليك راجل محترم. امال خلاص، كانت مجرد فكره بس. والله انت شكلك بتاخد فيزا. باخد فيزا دي غير عدة غير، ما تخليك محترم. الله، انا راجل متجوز حتى اربع عيال. خلاص خلاص. الله، شبح البول دوج بس بشنب. ايه اللي بيعمل بقى الربله دي؟ طب عايز كده ممكن تركن لنا عند اول مكنه نقابلها وتكون بتاخد فيزا؟ مكنه وانا ياخد فيزا يركب اريال. اريال؟
انت فهمتها مكنه، ده انت راجل قليل الادب. انا قصدي مكنه سحب فلوس يا مغفل. ATM يعني. واندرفول. اوغاد قفل كل حساباتنا في البنك. الفلوس كتير بس اتحشرت. هسلكهم انا دلوقتي. جمع نفسك. بص يا ماو، انا ابن ناس جدا جدا. لا ريلي ريلي ابن ناس، بس الزمان لطني. سو انا اسف جدا للحركة الواطية اللي هعملها فيك دلوقتي. خلاص يلا استنى على بعض. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. سريانوسي عايش في منطقة شبه دي بالظبط. والله تقريبا هي هي المنطقة. بس دي مهجورة خالص. يا سريانوسي! بني ادم. عم الحاج بعد اذنك بسر يا فين؟ يا ريس. يو 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 سر يا لوسي. انت زعلان؟ زعلان؟ شكلك زعلان جدا وعندك حق والله. الاسعار بقت نار، كل حاجه غليت يا راجل. حبايه الكيوي بقت ب 15 جنيه. هنروح بعيد ليه؟ انا من اسبوع زي اي مواطن عادي يعني رحت اخد دي يوسف في فندق لا داعي لذكر اسمه، وانا ماشي بقول لهم عايز ازازه ميه صغيره معدنيه صغيره. بكام يا معلم؟ 30 جنيه. طول عمرنا بنشربها ب 20 جنيه وزي الفل. المفروض من اول يوم قالوا انها ب 21 جنيه كنا وقفنا وقلنا لا لا. استنى ضرب الجزمه. انت قامت قوي، قامت وصامت. يعني قامت معاك شاحن نوكيا فا؟ سلام. شكل داخل على ايام سودا. ايه ده؟ ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ ايه 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 ايه؟ ايه يا وانت يا حاره المسنين. بس الراجل ده اصغر من اللي فات، يبقى انا عرفت على سيدي الروس. ايه كارنفال شعبي. ويكوخر على جون ووكر ويكوخر على نظر. كابتن كابتن بيت عم سري لوسي فين؟ مش هو فعلا راجل عجوز بس كمان بيلبس ملابس غريبه وهو مروح بالليل. ما شفتوش؟ امشي. انا اسف جيت لك وقت غير مناسب. هو الناس كلها بايظه عينها ولا ايه؟ شفت يا كابتن انا امي تعمل كده يعني اول ما تكسب فلوس في مسابقه تروح تتجوز ومش عيلي يعني ده من دور عيالها. يا ابن اللذينة. وانا اقول شفتها فين الست دي قبل كده؟ هي مامتك مش هي دي اللي كسبت فلوس كتير فحت؟ اديك قلت اهو. انت عارف لو كان ابويا عايش لغايه اللحظه دي كانش وافق على العريس ده خالص. ده اسود. ده ايه السبهلله دي؟ خلاص بقى خلاص كل حي يعمل ما سبهلله. ما اصلي خلاص كلوش شاب افق. بقول لك وانا افق؟ قوي قوي. ومين ده اللي افق؟ سوري. لا ريلي سوري. ده كلوش صغير.